أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج عين على الحدث، والذي نبدأه بآخر الأرقام حول تفشي فيروس كورونا في الجزائر، حيث أعلنت لجنة متابعة الفيروس على مستوى وزارة الصحة تسجيل 139 حالة إصابة جديدة في الساعات 24 الماضية، وليرتفع بهذا العدد الإجمالي لعدد الحالات إلى 986 حالة، فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 63 وفاة، فيما استقر عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 61 حالة. طبعا في موضوع آخر، تسود حالة من التخوف والتحذير في الجزائر من طرف السلطات من تأثيرات الإشاعة والتهويل، خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي تمر به البلاد مع تفشي فيروس كورونا. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال آخر لقاء صحفي له قال بأنه تم اكتشاف شخص من خارج البلاد يقوم بترويج الإشاعة والتهويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا السلطات حثت أجهزة الأمن على ملاحقة ناشري الإشاعات، كما تدخل أيضا الخطاب الديني من خلال لجنة الإفتاء على مستوى وزارة الشؤون الدينية طبعا للتحذير من هذه الظاهرة ومدى خطورتها. طبعا مشاهدينا لمناقشة هذا الموضوع أسعد كثيرا باستضافة عبر خدمة سكايب محمد دلومي الكاتب الصحفي، أهلا بك. أهلا بك أخي ضياء. طيب كما يلتحق بي أيضا عبر الهاتف الأستاذ وحيد بطريق المحلل السياسي. طيب لو أبدأ معك أستاذ وحيد بطريق، ربما من ينشر الإشاعة اليوم في الجزائر؟ لأنه الإشاعة دائما ما كانت الوسيلة المستخدمة منذ سنوات في الجزائر، خصوصا أمام ضد الجهات الرسمية. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أظن هذه الإشاعات هي مرفوضة في المجتمع الجزائري ومرفوضة دينيا وأخلاقيا، لأنها هي وسيلة لتدمير المجتمع وتدمير ما وتزيد محنته في هذه الأزمة التي تمر بها الجزائر كما تمر بها كل المعمورة. واليوم شعب مهدد بهذا الوباء ككل المعمورة، وهذه الأخيرة هذا الوباء لا قدر الله في إذا تغلب على أمة يترك أثاره السلبية في الجانب الاجتماعي والاقتصادي وحتى الوجودي، ولهذا لابد التجميد وليس هذه الأشياء التافهة، ومواجهة بكل ما نملك بقوة، ولنخرج بإذن الله متعافين منتصرين إن شاء الله. طيب لكن عادة من يستغل أو يستعمل الإشاعة في الجزائر؟ شوف، هي أنا أقول لك اليوم عندنا وباء، هو معروف وباء كورونا كما يضرب كل معمرة، وهناك آفات اجتماعية أنا أقسمها إلى ثلاث، وهي وأقدر أكون أكثر قساوة في كلامي وأسميها فيروسات الثلاث. الفيروس الأول وهو الناس تاع المضاربة، الغش، الشح، عدم الانضباط، تهاون له في تكديس السلاح، حتى أصبح بعض من الناس على كيس أو غبرة حليب أو كيلو دقيق يتهاون لنقل المرض بالاحتكاك وعدم الانضباط. صحيح. الفيروس الثاني وهو الذي يشجع كذلك لهذا الوباء وهو صفحات الفيسبوك والإشاعات والخبيثة، وهذه مجموعة معروفة مأجورة حاقدة مريضة ذات الأجندات الخارجية، العمالة والجهل والتبعية، وهدفهم الوحيد ككل مرة وهو تحطيم معنويات الجزائر وتحطيم الجزائر بصفة عامة. الفيروس الثالث الذي يساعد هذا الوباء وهو هي آفة اجتماعية، وهم السياسيين الفاشلين الذين لا يقدمون أي شيء في هذه في هذا الظرف، النخبة الفاشلة والمسؤولين الفاشلين، رجال الأعمال وأغنياء البلاد الذين لا يلفقون ولا يرحمون في هذه الأونة، الكسل، لاسيستانا، بيروقراطية الإدارة. طيب، خاصة في هذه الأونة. طيب أستاذ محمد دلومي، ربما اليوم
ما هو المناخ الذي تستغله أو يستغله من يروج للإشاعة في الجزائر؟ طبعا هل نفس المناخ دائما يتكرر ربما ولم يتغير، وبالتالي فإن الإشاعة مستمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال هناك عدة أطراف تهمها أن تكون هناك الفوضى، وهو ما يدفعها لبث الإشاعة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تفضل الأستاذ وتحدث هناك تجار المآسي أو تجار الحروب. يعني دائما في مثل هذه الظروف نذكر مثلا زلزال بومرداس أو فيضانات باب الواد، نذكر انتشار الإشاعة أن هناك زلزال آخر، أن هناك فيضانات أخرى في المآسي السياسية في الفترة العشرية السوداء. المؤسف أن هناك قابلية من طرف الشعب لهذه الإشاعات، فئات كبيرة تتقبل هذه الإشاعات، دون أن ننسى هناك أطراف تريد الاصطياد في المياه العكرة، أطراف سياسية لها أهداف سياسية. هناك حتى يعني لن نكون مبالغين إن قلنا أن هناك ناس أطراف خائنة لهذه البلاد تريد أن تبث الإشاعة في الوطن وتريد أن تخلق الفوضى. مثلا ليلة أو البارحة لاحظنا طوابير كبيرة على محطات البنزين بسبب فقط فيديو أو بعض الفيديوهات التي تتحدث عن غلق طوابير، عن غلق محطات البنزين. والمؤسف أنه الناس تصدق هذه الإشاعة وأصبحت هناك طوابير بالكيلومترات. لكن اليوم لما لحظة فقط لما صدر بيان أو صدر تصريح من الوزير وأيضا من مدير نفطال، اليوم لا يوجد حتى طوابير نهائية في محطة البنزين. المؤسف أن هناك غياب سياسة تواصل، مع الأسف سياسة إعلامية أو سياسة تواصل تنتهجها الحكومة تقريبا غائبة من أجل دحض هذه الإشاعات، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو سواء على القنوات المتعارف عليها التي يمكن أن تدحض بها هذه الإشاعات من قبل الحكومة. الآن نبحث عن الدور الحقيقي الذي يلعبه هؤلاء المستشارين في وزارة الإعلام أو في مصالح أخرى. لماذا الإشاعة دائما في الجزائر تمشي مثل النار في الهشيم، يعني تنتشر بسرعة؟ دائما نلاحظ هذه الفوضى، رغم أن الأمور تقريبا، رغم تصريح رئيس الجمهورية بأن هناك مخزون كافي لمدة 6 أشهر، هناك توجد يعني نحن مقارنة ببعض الدول ورغم الأزمة التي نوجد فيها، الأزمة الاقتصادية، إلا أننا أحسن حال وأفضل حال من كثير من الدول التي نشاهد فيها الفوضى فيما يقع في العالم بسبب فيروس كورونا. طيب أستاذ واحد بوطريق، ربما أستاذ محمد دلومي يقول بأنه هناك فئة من الشعب تتقبل الإشاعة، هذه نقطة مهمة. ربما هل فشلت ربما سياسات الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية في يعني خلق نوع من الثقة ما بين الاتصال الرسمي والمواطن ربما؟ وما تقييمك للعمل الذي تقوم به الحكومة الحالية، لأنه فيها الكثير من الانتقادات سواء للناطق باسم الحكومة وحتى الناطق باسم رئاسة الجمهورية، لأنه دورهم غير واضح في الميدان؟ هي هذه أفة اجتماعية زرعت مدة عشرات السنين، والناس خططت لها وبأموال واضحة وبأجندة واضحة وبتمويل وبمنظمات غير حكومية معروفة وأحزاب كانت لها أجندات تاعها الخارجية. هذه الأشياء هذه مدة سنين ما تطلبش من حكومة جديدة اللي هما أغلبيتهم سيدي التكنوقراط، ناس أساتذة تاع جامعات، وفي وقت معين تطلب منهم المستحيل. هذه كورونا تضرب أكبر دول عظمى من أمريكا إلى فرنسا ولم يستطيعوا التجاوب مع هذا المشكل وهذه الجائحة. اليوم هذه الإشاعات نعم لها كما يقولوا أسيكليون، عندها لأنه تغرست هذه الثقافة، وكما قال واحد المثل يعني اكذب بكذب حتى تؤمن الكذبة نتاعك وترجع ليك وتأمن. هذا قالها جوبلس على كل حال، الوزير تاع الدعاية الألماني يومها، الألماني نعم جوبلس،
والناس عرفوا يعني هذه الامور تدرس في اكبر ما في اكبر مخابر عالميه حتى للهدف نتاعها وهو ترويج وتحطيم الدول ودخلها في الجيوبوليتيك والجيوستراتيجيه العالميه لتحطيم هذه الدول واخص ثرواتها، وهذا الشيء معروف وتكلمنا عليه عده مرات. طيب لو نتحدث يعني عن انعكاسات ربما الحالية، أستاذ وحيد. نعم يعني كنت سألتك عن الانعكاسات الحالية للإشاعة، ربما هل كيف يمكن أن تؤثر ربما على المستوى البعيد أيضا ليس فقط على المستوى الحالي؟ الإشاعة تؤثر سلبيا على المستوى على الاكور تيرمي لون تيرمي، على كل حال على مستوى القريب، وهي تخلق لك الذرع في المجتمع. ونعرف الانسان لما يخلع بالاشاعه قال اليوم ما كاش تالشوز ولا ما كاش الغذاء ولا ما كاش يعني راح تنقص الانسان لما يخلع، وعلى حسب بعض من اغلبيه الاطباء يقول لك تنقص المناعه عند الانسان، ولهذا نفسانيا ماهوش قادر يواجه خلال التهويل والتضخيم. التهويل هذا، وكذلك تخلق هناك المضاربة وتفتح الباب أمام المضاربين وأمام المافيا التكديس وتفتح وتعطي فرصة كذلك لبعض الشخصيات المرتزقة العاملة أن تعود تنور من دار وجديد وحتى تبرز نفسها، ما يهمها الشعب، ما يهمها الوطن، ما يهمها الإنسان، يهمها إلا وجودها والأجندة بتاعه وخدمة أسيادهم. طيب أستاذ محمد دلومي، ربما اليوم الحكومة تعتمد في سياستها على يعني الأجهزة الأمنية لتفكيك ربما شبكات نشر الإشاعات، وهنا أخص بالذكر يعني ما قامت به فصيلة الأبحاث والتحري بدارك وهران مع امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، طبعا كانت تنشر منشورات على صفحة فيسبوكية تحمل بدون ذكر الاسم، طبعا وجهت الجهات الأمنية للمعنية تهم تتعلق بنشر منشور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية للوطن. طبعا استخدام هذا السلاح لمواجهة الإشاعات في مقابل أيضا دخل معطى مهم وهو الخطاب الديني، ويعني تطوع ربما إن صح التعبير رجال الدين للتخفيف أو مواجهة هذه الإشاعة، ربما هل هذه هي الوسائل الفعلية حاليا المتوفرة؟ دون شك ضياء، قوات الأمن والمصالح الأمن لها دور كبير في محاربة الإشاعة، لكن هذا لا يكفي. إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الحكومي، أنا مثلا أختلف مع ضيفك الكريم فيما يخص أن هذه الحكومة حكومة تكنوقراط ولا يمكنها على الأقل تسير مثل هذه المرحلة، ربما لأنها مرحلة مفاجئة وجاءت جديدة وجاءت بشكل يعني لم يكن يتوقعه أحد. لكن لا ننسى أن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية له باع طويل في مجال الإعلام، ويمكن أن يلعب دور كبير في دحض هذه الإشاعات، ولا يمكن للحكومة أن تؤدي دورها كامل فيما يخص التموين وما يخص شؤون أخرى، لكن تبقى غائبة في مجال التواصل وفي مجال توعية المواطنين. هذا شيء مفروغ منه، نحن لا ننتقد انتقاد سلبي لدور الحكومة، وإنما نحن انتقاد ربما هي مجرد توجيهات أو ملاحظات حتى تؤدي دورها كاملا. إذا لاحظنا بعض الوزراء يؤدون واجبهم، هناك بعض الوزراء يعني تقريبا دخلوا في بين قوسين سبات او حجر وزاري، يعني هذا شيء مؤسف. اما محاربه الاشاعه بمثلا طيب اذهب الى فاصل قصير واعود. مشاهدينا طبعا اعود اليك استاذ محمد دلومي، توقفنا في نقطه الاشاعه ربما والاداء الاتصالي وبالنسبه للسلطات الرسميه.
نعم زميلي ضياء، حتى يعني وزارة الشؤون الدينية أيضا حثت من خلال وسائل الإعلام على ضرورة توخي الحذر، واستندت إلى أحاديث دينية وإلى آيات قرآنية، لكن هذا لا يكفي. نحن لاحظنا أنه حتى في المساجد لما خلال صلاة الجمعة قبل أن يتم الحجر تم الحديث على ضرورة الحيطة والحذر والخوف يعني من انتشار المرض، لكن رغم ذلك يعني مباشرة بعد صلاة الجمعة الناس اجتمعت على قصاع الطعام واللحم يعني أمام المسجد. الأمر لا يعتمد على المواطن الجزائري، مع الأسف له خاصية يعني لا يعتمد على الكلام والتحذيرات الشفوية أو من خلال البيانات. يجب أن هناك يكون هناك تواصل مباشر. هذا الأمر يعود إلى أنا أتساءل هنا أين دور النواب. حتى هناك نائب في قسنطينة نشر بيان أو وتساؤلات، ودخل حتى هو كما يقال لعبوا عليه من خلال إشاعة، ينشر إشاعات وينشر من خلال معلومات خاطئة دون أن يتأكد منها من بيته، يرسل رسائل إلى وزراء يسائلهم عن أمور هي لم تحدث أصلا، وهذا أيضا يساهم في انتشار الإشاعة. دور النواب تقريبا هنا شبه كل النواب ما دام انهم منتخبين من طرف الشعب، ان دورهم من خلال التواصل مع الجمعيات، من خلال التواصل مع الشعب، من خلال النزول الى الشارع وتوعيه المواطنين. هذا الامر غائب بشبه تام. طيب هذه نقطه مهمه، ولكن هناك نقطه اخرى استاذ وحيد بوطريق. هذه النقطه تتعلق بربما معنى التهويل او التحذير من التهويل الذي تقصده السلطه اليوم. التهويل هذا يلعب دور كبير في زعزعة المجتمع وحتى تخرج على السيطرة، والهدف التاعو هو خلق فوضى، وهذه معروفة. على كل حال احنا ان شاء الله في الوقت هذا نخرج من هذه، ان شاء الله نكون كما قال الحبيب المصطفى، انكم لا تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. يعني لو تقيد الاعلام وتقيد الناس وتقيد الائمه وتقيد المسؤولين وتقيد الجماعة بما قاله الحبيب او بما قاله الله عز وجل، نخرج من هذه المحنة منتصرين ومتعافين، وهذا يعني نخرج باقل ضرر حتى لو نتقيد كذلك بالإسلام. يعني حتى ربي في عدة آيات قرآنية يقول: يا أيها الذين آمنوا، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما قلتم نادمين، بما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم. إذا التهويل هذا راح يخلق فوضى عند كل قطاعات، ويخلق فوضى في المجتمع، يخلق فوضى عند المسؤول، يخلق فوضى، وهكذا الفوضى هذه هم الهدف نتاعهم. هذه الفوضى وهذا خروج على السيطرة، هذا هو هدفهم، وهذه هي الإرادة نتاعهم، وهذه أجندتهم. طيب لكن اليوم كيف نوازن بين الخطاب يعني اليوم الذي يصف الواقع وبين ربما حتى لا نصل إلى حد التهويل؟ يا أخي هذا وقت ليس فيه لي باش هناك. أنا لا أقول لك بلي الجميع راهم 100%، هناك نقائص في بعض من المسؤولين ونقائص في بعض من الوزارات، ولكن بعض الأخرى ما هو سيء أقول سيء، وما هو لابد فعله. ولكن التهويل لا. أنا اليوم مثلا مشيت وصبت باللي في مكان ما كانش الغاز. على كل حال كاينه طريقه كيف تبشر، ولكن بدون تهويل، لانه هذا يخلق الاضطرابات، هذه تزيد تثاقم الوضع. خاطر اليوم ولا كان احنا اليوم عندنا طون دو بنزين يتسربا باغ جو، ولا درت تهويل راح تكون لك الى ثلاث اطنان، راح الوسائل النقل نتاعنا والوسائل المعمول بها ما تكفيش. مثلا في الخبز احنا ولا مالفين ناكلوا، نقولوا دو طون تاع قمح اليوم في المجتمع، واليوم انت درت تهويل حتى الناس تدي 6 اطنان، هناك راح تخلق خلل في الموازنه وخلل، وكاين الناس اللي ما راحش تكون عنده هذيك تكون الامور ناقصه. والتهويل يدي الى اضطرابات، ويدي الى فوضى، ويدي الى عدم
مزيد من المآسي، مزيد من المآسي، حتى أصبحنا اليوم يعني كأنه ما عندناش كورونا، نتكلم على الغاز ونتكلم على واش يقولوا البنزين ونتكلم على القمح وكاين كل شيء وما نتكلمش على كورونا، يعني مشكل كبير في الثقافة تاع المجتمع تاعنا. ولابد طيب. كل واحد يعمل كل ما في وسعه حتى نصبح نفكر في نفكر جماعيا كيف نخرج من هذا الوباء، وباء ونعاودها وباء ونعاود وباء هذه الجائحة وخليونا من المشاكل الأخرى. طيب أستاذ محمد دلومي، ربما ما هو الخطاب الملائم اليوم يعني حتى لا يستغل البعض ربما كلمة تهويل يعني لينتقد أي خطاب إعلامي أو حتى خطاب للمجتمع المدني أو حتى حزبي ينتقد ما يحدث حاليا؟ لا، بالمفروض انه هناك نزول والاحتكاك يعني بالشارع، يعني ما ناش نقولوا الخطاب، يعني تعبنا من الخطابات الجوفاء ومن الرسائل ومن البيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يجب التواصل مع الشارع، يجب اقناع الناس بان الامور الاشاعات لا تؤدي الى شيء. الامر الثاني يعني على الناس خاصه الفئات التي لها هناك في الجزائر يعني ملايين اللي عندهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الا يصدقوا اي شيء يكتب أو يقال أو أي فيديو. يعني تلقى أي شخص الآن ينزل فيديو اللي يتكلم فيه ما يشاء، الناس تصدقه. وعندنا احنا ثاني يعني لك لاحظت في الشارع الجزائري لما يحدث أي شيء تسأل يعني للناس يقول لك راهم يقولوا أو قالوا، يعني ما زال نعتمد على قيل وقال. مع الأسف هذا الأمر يجب أن يتفطن له الجميع. لا يجب تصديق أي شيء، لا يجب أي تصديق أي فيديو، لا يجب تصديق ما يأتي من خلف البحار. يعني هناك ناس في بلدان أخرى يعني في أرياحية، ناس في مكاتب تاعها تبث سموم وتبث إشاعات، وثابت يعني بالدليل القاطع أنها كل ما قيل وكل ما قالته وكل ما قدمته مجرد إشاعات. ورغم ذلك ما زال بعض الفئات، الكثير من الفئات، يصدقون ما يقال لهم. الآن يجب هناك أن تكون هناك رسائل مضادة، أو هناك يعني نحن أستطيع أن أقول الآن نحن في حرب، يعني في حرب إعلامية، حرب الإشاعات تستعمل فيها، يعني صارت كل شيء مسموح به. الأطراف الأخرى يعني لا تتنازل. الآن الشعب تقريبا مغيب، مع الأسف هناك غياب وعي كبير بخطورة الإشاعة وما تسببه في المجتمع. رانا نلاحظه كل يوم، مثلا كل يوم تخرج إشاعة، هناك إشاعة على البنزين، بعد هناك إشاعة على القمح، هناك إشاعة في البليدة بأن التموين لا يصلهم، هناك إشاعة بأن عدد الوفيات مرتفع، هناك إشاعة أنه الفيروس انتشر بكثرة. لكن رغم ذلك لا توجد يعني سياسة مقابلة تدحض هذه الإشاعات وتطمئن الناس. الآن ربما المسؤولية أيضا يتحملها الشارع الجزائري الذي يصدق كل ما يقال له وكل يصدق هذه الإشاعة. لكن أيضا يعني تناقل هذه الإشاعات، نقل هذه الأفكار، الأخبار ربما أو المعلومات فيما بينهم قد يؤدي إلى حدوث نوع من التهويل، لأنه الرسالة عندما تنتقل من شخص إلى شخص آخر ثم شخص ثالث ورابع فتحور، وربما فيه إضافات أحيانا، وهو ما يخلق نوع من التهويل. شوف، هناك الآن من يبثون الإشاعات، يعني هؤلاء مش ناس عاديين، ليسوا ناس عاديين. هناك استراتيجية، هناك خطة من أجل حاجة، بث الرعب، وبث حاجة، وبث التشكيك فيما تقوم به السلطات، وبث حاجة، وبث بأن الأمر خطير وأن هناك انزلاقات، رغم أن الأمور إلى حد الآن تسير على ما يرام. يعني ما كاش هناك نقص في التمويل، ما كاش هناك نقص في المواد الغذائية. الآن على المواطن الجزائري أن يدرك خطورة الوضع إذا صدق الإشاعة، إذا بدأ في في فيما يخص التهاون في عدم اتباع الإرشادات. وعلى الناس أن يسألوا أنفسهم لماذا يحدث هذا، لماذا تتم هذه الإشاعات، لماذا يقال هذا الوقت في هذا الوقت بالضبط. هناك يعني بعض الإشاعات تأتي في أوقات محددة، لماذا لا يتساءل الناس لماذا يأتي التهويل في هذا الوقت، في هذه المرحلة بالذات.
الآن على السلطات أن تكيف نفسها واستراتيجية أخرى من أجل محاربة هذه الإشاعة من خلال قنوات التواصل المباشرة مع المجتمع، من خلال المجالس المنتخبة في المجالس المحلية في البلديات، من خلال تنشيط المجتمع المدني. هناك الكثير من الشباب يريدون أن يعني لهم أفكار، لهم طريقة تواصل مع المجتمع، يمكن أن توصل الأفكار نتاعهم للمجتمع. يجب استغلال كل الطاقات التي الطاقات الخيرة التي يمكن أن تدحض هذه الإشاعات وأن تحتك بالمجتمع وتوصل له الحقيقة كما هي. طيب آخر سؤال أستاذ وحيد بوطريق، ربما هل يعني عدم التهويل ربما هو التحفظ لنشر كل الحقيقة؟ أنا ما يقول لك ما يقولش الحقيقة ولكن بدون تهويل، لأنه هذه الصفحات المشبوعة وهذا الإعلام تاع الفيسبوك هذا، يعني أعرف إحنا الصين وما أدراك ما الصين، ليس لهم فيسبوك وليس لهم تويتر وبنوا دولة عظمى. لو اخترقوا التويتر والفيسبوك وغيره لا ما كانت الدولة في حجم الصين اليوم. ونعرف وش معناتها الإعلام، هذا الإعلام وأمبراطورية الإعلام. سقطت هناك دول مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن، سقطوا بالإعلام. على كل حال يعني نعرف كيف تسقط الدول، يعني هذه الأجندة معروفة، يعني يسيرها دول كبرى تسيرها. على كل حال واستغلت هذه الجماعة معروفة على كل حال ضعف بعض من دوائر السلطة كذلك اللي هي ضعيفة، واستغلت ضعف الإعلام وضعف بعض الوزارات اللي باش توحهم ضعاف جدا، واستغلت الخيرين في البلاد اللي ما عندهمش وسائل، لأنه هذا الناس عندهم وسائل وعندهم إمكانيات وعندهم خبرة وتمرنوا وأصبحوا الشياطين في الجزائر يعملون المعروف الأجندة نتاعهم. إحنا لو نتقيد على كل حال يكون العقل، هذه فرصة لنتآخى ونتلاحم بيننا ونقول كلمة طيبة كما وصلنا عليها الله عز وجل في كتابه العزيز، ونمشي ونحاول أن نخرج من هذا الابتلاء اللي فيه حكمة وما يعرفه إلا الله. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ وحيد بوطريق المحلل السياسي على مشاركتك معنا. الشكر أيضا موصول إلى الأستاذ محمد دلومي الكاتب الصحفي على مشاركته معنا. الشكر أيضا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.